حياكم الله مشاهدينا الكرام. مثل ما تشوفوا معنا طبعا احتفاء بالإنجاز والتتويج، الاستوديو يتزين بكأس مولانا جلالة السلطان المعظم للشباب. هذا الكأس الذي توج به اليوم نادي السيب للمرة الثانية عشرة والرابعة على التوالي على جهود هذا النادي. كذلك أيضا درع الوزارة حاضر المتوج به نادي قريات اليوم. فنبارك كذلك أيضا لنادي الاتفاق حصول على المركز الثاني من تتويجه في حفل صباح اليوم. نبارك لجميع الأندية أيضا التي اجتهدت وعملت للارتقاء طبعا أدوار الأندية في كافة ولايات السلطنة لتقديم خدماتها للمجتمع. نرحب بضيوفنا المتوجين هذا المساء، الأستاذ يوسف بن عبد الله الوهيبي نائب رئيس نادي السيب، حياك الله معنا. حياك الله أستاذ. وكذلك الدكتور خالد بن علي العادي رئيس نادي قريات، حياك الله معنا. أنا أسألك. نبارك لكم أستاذ يوسف، هذا التتويج غير غريب أصبح على نادي السيب، دائما يعني ما شاء الله متربع على منصات التتويج فيما يتعلق بكأس جلالته للشباب. هذه المرة 12، المرة الرابعة على التوالي. إيش سر هذا التميز لنادي السيب؟ أكيد كثير من الأندية يغبطوكم على هذا التميز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا أخي إبراهيم. أول شيء أخي العزيز، هو أول شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى ما في شك. نعم. ولكن إذا نرجع للمسابقة هذه، نعم. لهذا النادي هناك وضعت سياسة، يعني يمكن قبل حتى إدارتنا من العقد الماضي. الكل يعرف أنه يترأس النادي صاحب سمو سيد شهاب بن طارق السعيد رئيس مجلس الإدارة، هذا الرجل حقيقة وشهدت فيه مجروحة، هو الذي وضع اللبنة لهذا النادي، وضع خطة طويلة الأجل لهذا النادي. الأندية في عمان هي معروفة جدا، وهذا اسم الكأس هو كأس جلالة السلطان المعظم للشباب، هي الأندية أنشئت من أجل الشباب أنفسهم. فهذا الرجل وضع هذا الخطة وهذا البرنامج أو هذا ليتبوأ النادي بعد بهذا الإنجاز الرائع. فالسر تكمن في إدارته الناجحة لهذا النادي، مثل ما قلت لك في مجروع في فكر موجود. لماذا سقطت الأندية هذه؟ طبعا أنت يعني عندما تصل، يعني مثل ما يقال عندما تصل إلى القمة يمكن سهل، ولكن المحافظة عليها صعب. الجهد غير عادي جدا، التحدي كبير جدا، ولكن هناك في نادي السيب ولله الحمد هي نحن نرى أن هناك رسالة، رسالتنا إلى المجتمع، رسالة لماذا أنشئت الأندية؟ أنشئت الأندية النادي، أنا أقول لك إذا نتكلم لا أريد أن أتحدث عن نادي بالأرقام، ولكن اليوم النادي يضم بين جنباته 11 لعبة رياضية. نحن اليوم يمارس شبابنا ما أقل من 600 إلى 700 شخص، ودائما يقال إنه الأرقام لا تكذب، هذه أرقام حقيقية. الحمد لله عندنا منشآت حديثة، عندنا فأعتقد أنه هو أنه حق مشروع. ومعايير أيضا كأس جلالة السلطان معايير عالية تقيم كثير من الجوانب، على ربما خلاف المسابقات الرياضيه في كافة. وانا اقول اخ ابراهيم في هذا الجهاز فرصه سانحه، نعم. انه ايضا حقيقه الامر الشكر ايضا موصول لوزاره الشؤون الرياضيه انها تريد توصل الى المجتمع وللراي العام ما هي الانديه، نعم. وعندما يفوز النادي السيب بهذا الكاس هي لا معيار لعبه وغيره، وهي ما موجوده سياستها. اعتقد هذا ايضا نحن يعني نعتبره انه الوزاره تقدر دور هذا النادي في خلال الكاس الذي حقيقه تشرف به للمره 12. نعم. دكتور خالد، طبعا نبارك لكم لنادي قريات لجميع منتسبي النادي هذا الإنجاز، الفوز بالمركز الثالث في مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب، وتتويج أيضا بدرع الوزارة في هذه المسابقة، حدثنا عن هذا الإنجاز. الحمد لله حقيقة إحنا يمكن يعني من العام المنصرم أو قبل الأول ما مسكنا الإدارة في النادي بدينا نوضع أساسا الاستراتيجية العملية كيف نحن نتعامل مع هذا الكأس، لأنه هو أغلى كأس يعني حقيقة أغلى المسابقة، نعم. وهو هذا المسابقة هي تعمل نتائج الأنشطة كلها والفعاليات، مش وكأنه تقييم لعملك لعملك النادي. فالحمد لله بدينا في نحشد الجهود، ونبدأ أيضا يعني نبدأ نستقطب الفئات الأخرى، رؤساء الفرق، أصحاب مجلس الشورى هو أعضاء مجلس الشورى، مجلس البلدي، المشايخ، وحقيقة صارت منظومة متكاملة. يمكن إمكانيات النادي كانت جدا بسيطة يعني ما في موارد، لكن المنظومة لما تتكامل ونعمل كنا بطاقة عمل واحد هو هذا اللي صار يعني إنجاز كبير. العام الماضي حصلنا على المركز التاسع، كان أول مرة تقدم كبير، والمرة الثالث، وإن شاء الله أيضا يعني العمل جاري لأنه طموح كبير، المعايير قوية وواضحة،
والأخوان أيضا في وزارة الشؤون الرياضية دائما يطوروا ويحدثوا من المسابقة، وفعلا يعني هذا الإنجاز هو فعلا نتائج عمل النادي أساسا. نعم. نعم. والحمد لله يعني كل الجهود كلمة شكر وتقدير ليهم، لولا التضامن والتعاون ومنظومة ونعمل في عمل يعني حلقة واحدة ما كان هذا الإنجاز. طبعا أكيد يعني عمل كبير يتوج بهذا الإنجاز. أستاذ يوسف، بديت الحديث جدا جميل عن دوار الأندية، وأكيد أنه أهداف هذه المسابقة هو الارتقاء بأدوار الأندية في المجتمع، على خلاف ربما يعني بالإضافة إلى المسابقات الرياضية المتعددة أيضا الأدوار الثقافية التعليمية الترفيهية الموجودة في المجتمعات، فكيف تشتغلون على هذا الجانب بصورة أكبر؟ هو طبعا إحنا بالنسبة مثل ما قلت لك، هو النادي هناك في نظام اسمه نظام الأساسي للهيئات الخاصة العامة للمجال الرياضي، هناك أهداف محددة الحكومة مثل وزارة الشؤون الرياضية حددت في دور هذه الأندية منذ إنشائها. إحنا كمجلس إدارة نادي أو مثل ما قلت لك المؤسس أو اللي بدأ هذا العمل بدأ من ضمن هذه الأسس، إنه فتح أول شيء أبواب النادي مفتوحة للجميع. المنشآت سخرنا المنشآت، يعني هناك نحن اليوم نعاني بعض، أنا أقول بكل أمانة إنه أنديتنا كثيرة تحولت إلى كرة قدم، هذا الحديث يطول فيه. بالضبط. إحنا نادي السيب يعني قدرنا يعني نقول خلال السنوات الماضية إنه يعني نخالف هذا الرأي حتى نبقى على نضع السياسة التي ونضط لنا كأندية لخدمة هذا الشباب. يعني عندما نحن اليوم، أنا أقول لك اليوم النادي الوحيد بين أندية السلطنة الذي به جميع اللعبات الرياضية التي سواء لها اتحادات أو ما لها اتحادات. عندنا أيضا أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، عندنا لجنة شبابية، عندنا أيضا تفاعلنا مع القطاع الأهلي في 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 الولاية. فالنادي منشآته أيضا حديثة، كل فترة نطور. إذا عندنا أموال نصرفها على النادي وليس على الفرق الرياضية، يعني استقطاب لاعبين أو استقطاب نجيب مدربين نجيب كوادر، إن نحن همنا في النهاية أن نخرج جيل واعي يخدم هذا الشباب. نعم. يخدم هذا المجتمع، يخدم هذه الولاية. النظرة نظرة أخرى مختلفة حقيقة. الأمر ليس بالعمل الهين، لأن بالضبط. أول شيء العمل في النادي عمل تطوعي بحت مثل ما تقول لكل شباب، وأنا هنا أسجل لهم كلمة شكر وتقدير. نعم. حقيقة الأمر، ولكن السيب يعني أصبح حقيقة الأمر يعني علامة فارقة. أنا لا أريد أتحدث لأن أنا واحد من السيب، علامة فارقة. إذا تقول يعني أنت في يعني نحن للمرة الرابعة أقول لك أنا يمكن نحن 2003 2004 2005 2006 2007 خمس سنوات متتالية فزنا بهذا الكأس. نعم. فوزنا بهذا الكأس يعني أنا بقول لك ما أريد أقول هذه العبارة، ولكن ينصفنا. نعم. ينصفنا كنادي، ينصفنا كنادي. نعم. حتى تبقى يعني يبقى هذا النادي دائما في منصة التتويج. نعم. وهذه هي الأندية والمنافسون جايين أيضا. بالعكس أنا حقيقة يسعدنا جدا، حقيقة الأمر يسعدنا جدا بكل أمانة، يسعدنا جدا ونتمنى أن أنديتنا كلها. نعم. تسير. نعم. في هذا الاتجاه. نعم. دكتور خالد، يتحدث الأستاذ يوسف عن صعوبات وتحديات كبيرة طبعا تواجه القائمين على الأندية للعمل والارتقاء بالعمل في الأندية لأداء الأدوار في المجتمع، كيف من الممكن التغلب على كل هذه التحديات؟ هو طبعا يعني يفرق من نادي لنادي تقريبا، يمكن بعض الظروف في الأندية تختلف، لكن تقريبا لو يعني في هناك يمكن الموارد المالية، الموارد المالية يمكن كل الأغلب الأندية أساسا تعاني فيها، لكن ممكن التغلب فيها. يعني أنا يمكن نادي قريات كنموذج من النماذج الأندية اللي يعني ممكن يأخذ يحذو حذوها. يعني كنادي الإمكانات المادية أساسا بسيطة جدا، هي نفس الإمكانات اللي معنا مثلا موارد أخرى، لكن في الجانب الآخر نفس الموارد اللي تأتينا 43 ألف اللي تجي لطول السنة أساسا، و 43 دلة يعني فيها للموظفين وفيها رواتب والكهرباء والمياه. فوق ذلك كان خطتنا واضحة جدا، بحيث نحن نشارك في أغلب الأنشطة، سواء كان أنشطة رياضية، الأنشطة الفنية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية. ايضا يعني بدينا نستقطب، عندنا 34 فريق اهلي، الفرق الاهليه ايضا غيرنا الثقافه بحيث انه يكون الفريق هذا يعتبر كنادي مصغر في الحاره، بحيث انه ما فقط كره قدم ولا كره طائره او كره يد. نعم. لا، لان في النهايه كل هذا راح يرفد النادي. بالضبط. نعم. وهذا اللي صار، فلذلك احنا ما عندنا مشكله في الكوادر البشريه اللاعبين عندنا، لانه صار الفرق
ترفد النادي بشكل كبير، ولذلك كنا ندفع مبالغ ضئيلة جدا، يعني مش مبالغ مثل الأندية الثانية تدفع، فصار هم أبناء النادي وصار الولاء والانتماء للنادي، فلذلك يعني هم حريصين أن النادي يسمو ويرتقي. وتقريبا يعني يمكن نحن نحاول بقدر الإمكان ذللنا الصعاب بحيث أنه أيضا استقطبنا المجتمع، صار المجتمع يعني له دور في التخطيط، صار يخطط معنا بالطبع. ولما يخطط الشريحة كبير المجتمع يكون هم حريصين على التنفيذ وهم أعرف أصلا باحتياجاتهم بالضبط. فالحمد لله هو هذا كان يعني تغلب قبل الجانب المادي بالجانب اللي هو حشد الموارد البشرية بالضبط. أكيد في نادي السيب أيضا أستاذ يوسف في بالكم أشياء قادمة، يعني وجودكم الآن ربما كنموذج لأندية السلطنة التي تطمح للوصول إليه أكيد يضعكم في مسؤولية، فما هو العمل القادم في نادي السيب؟ هو انا نحن نعتبر اللي يعني كل العمل اللي خلال الفتره الماضيه راح ومن انجازات لله الحمد ما هو الا بدايه طريق، يعني احنا يجب ان ننظر الى المستقبل. وانا اقول لك يعني تحدث دكتور خالد عن 43 الف ريال عماني هو الدعم السنوي، احنا نادي سيب نحصل نفس الدعم الذي حصل لكل الانديه بالتساوي طبعا. وهذا يعني رؤيه الوزاره ورؤيه الحكومه وقرار نحن نحترم، ولكن احنا ايضا يعني رؤيتنا المستقبليه وهذه حقيقه وموضوعه مثل ما وضعناها قبل كم سنه، انه هذا النادي اول لابد ان يستمر بنفس النهج. نحن نعرف الصعوبات الماليه القادمه، نحن نشتغل على الاستثمار الرياضي التجاري يعني حقيقه بخطى حثيثه. فانا اقول لك النادي مستقبله، انا يعني انا افتخر اقول انه في يد امينه ان شاء الله، النادي مستقبله يطمئن. بالنسبة للاستثمار المالي بيجي حقيقة وقت بإذن الله تعالى، وسترى الأجيال القادمة هناك استثمارات تجارية، النادي على أرض صلبة، المنشآت الرياضية أيضا. احنا اليوم عندنا كل عندنا، يكفي أن اليوم احنا النادي الوحيد في السلطنة عنده ملعب هوكي يعني دولي، عندنا حوض سباحة دولي، هذا الوحيد من أندية السلطنة. فالنظرة المستقبلية للنادي أنا أقول تبشر بالخير. كثير من الأندية أستاذ يوسف تطمح بأن تصل لمرحلة هي تشغل نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى دعم، هل من الممكن أن النادي السيب يكون أول هذه الأندية وصولا لهذه المرحلة قريبا أم بعيدا؟ أخي إبراهيم أنا أقول لك المبلغ الدعم السنوي 43 ألف ريال عماني هذا يعني الحمد لله نحن رفض الموازنة التقديرية للنادي، الموازنة فيها بنود هذا فقط 43 ألف لبند إيجارات الشقق بالبند واحد، فالنادي قائم واصل لمرحلة. نحن يعني كإدارة نادي وكأبناء سيب نقول بالفعل سيأتي اليوم بإذن الله تعالى، هي كجل مخطط لها بأن هذا النادي سيقف على أرضه. نحن نعاني من كلمة، وأنا أتمنى الكل لا يوجد داعم في نادي سيب إلا شخص واحد وصاحب سيد شهاب. نتمنى مع هذه الإنجازات مع هذا الثبات للنادي أنه في ناس تقف مع هذا الرجل. أنا أدعو كابن سيب أنه يجب أن نقف مع هذا، يعني متى الرجل يبقى واحد؟ وهذا موجود في كثير من الأندية يعني، وهذه هي مشكلة طبعا. لكن أقول أيضا الرجل ونحن كنادي لن يعني نعتمد أو نترك الأجيال القادمة اللي راح تجي سيجد أنه هذا النادي أرضية صلبة لن تكون موجودة. الدكتور خالد طبعا عمل كبير طبعا في النادي بوجود قيادات أمثالكم تسعى لتحقيق النجاح في كافة المجالات التي يقدمها النادي للمجتمع. المرحلة القادمة أكيد عندكم خطط كبيرة للاستمرار لمستوى أكبر إن شاء الله. بالضبط، نحن يعني خططنا القادمة يمكن الأخ يوسف يمكن تطرق عليها، نحن جالسين ننشئ المنشآت، يعني بدأنا نعمل محلات تجارية أساسا حوالي 12 ردي وفي 24 قادم ونعمل مكتبة كبيرة لهيئة والجيم وغيره، فلذلك نشتغل على المنشآت على أساس أنه النادي يشغل نفسه. وهذه الخطط نحن مركزين عليها إن شاء الله، لما يكون النادي أساسا يعني يأتي عائد مثلا استثماري يعني جيد نبدأ أيضا نحن نتوسع في الأنشطة والفعاليات بشكل أكبر على أساس أيضا نحذو الأندية الأخرى. نعم، نبارك مجددا لنادي السيب إدارة وطبعا وجماهير وكافة المنتسبين لنادي السيب وكذلك لنادي الاتفاق وكذلك لنادي قريات هذا التتويج في مسابقة كأس جلالة السلطان قابوس المعظم للشباب. هذا طبعا الاعتراف أيضا وهذا التحفيز وهذا الدعم من مولانا للرياضيين والمشتغلين في الرياضة
في المجالات التي أيضا تدعمها بشكل عام. شكرا جزيلا على وجودكم معنا أستاذ يوسف بن عبد الله الوهيبي نائب رئيس نادي السيب، شكرا جزيلا على وجودكم معنا. أفضل. وكذلك شكرا للدكتور خالد بن علي العادي رئيس نادي قريات، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكافة المحطات فيها. غدا حلقة جديدة، موضوعات متجددة من هذا العمل والبناء في أرضنا الغالية عمان. تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، وهذه تحية من المخرج حمود الحسني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.